الشيبي وقفته كده عايز يسدد حيطة ثنائية لكن رفعها خطيرة 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 يا جول 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 في راية في راية مفيش راية مفيش راية هدف 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 حلوة 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 أفضل اللاعبين على الإطلاق وليد الكارتي الحقيقة وهدف في غفلة من خط دفاع النادي الأهلي وليد الكارتي دخل بمنتهى منتهى منتهى القدرة والقوة والمتابعة اتعملت حلوة جدا راحت عقار ادي التسديدة اهي مفيش تسلل مفيش تسلل سليم 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 وضربة رأس روعة من احمد سامي رجعت من العارضة راحت مرة تانية في وجود خط دفاع النادي الاهلي بالكامل مشاهد لهذه اللعبة سقطت حلوة قوي قوي ارتقاء من احمد سامي روعة في البعيدة ما يقدرش يعمل لها حاجة الشناوي ولا يسأل عنها الحقيقة لكن ادي محمد الشيبي حطها روعة بلمسة أروع وأروع واستكمال من وليد الكارتي حلوة 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 للصبح جميلة ومتابعة روعة وعدم وجود أي فولو من خط دفاع النادي الأهلي عشان تبقى الهدف الأول في الدقيقة 72 لصالح نادي بيراميدز بدأت من عند الشيبي ثم أحمد سامي ثم وليد الكارتي داخل الشباك طبعا هنتفرج على 18 دقيقة من نار لكن ده وضع كان هيبقى طبيعي جدا زي ما انا وصفته نتيجة عد حقيقي للنادي الاهلي وايضا خط الدفاع يسأل عنها ودي واحدة مرة تانية وكهربا ما يعرفش ياخدها وتتقطع مرة تانية وعايز ياخدها تتقطع وكفاح من اسلام ترتد مرة تانية المرواني عايز يقفلها صغيرة ولسه وهي دي وداخل وهوبا 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 يا خرابي يا نهار ابيض الكورة رايحة جاية رايحة جاية رايحة جاية مش معقول مش ممكن مش معقول لكن هجمة مؤثرة جدا 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 للنادي الاهلي تنقلوها بشكل يعني كرات قصيرة جدا جدا واشتعلت المدرجات واشتعلت المدرجات احتكاك ملوش لازمة احتكاك ملوش لازمة اطلاقا اطلاقا لازم اللعيبة تحافظ على هدوءها ده مهم جدا 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 لان احنا اللي بندي انعكاس للجماهير هي يعني انذار كده على طول امين عمر لاحمد سامي ولمحمد عبد المنعم انذار لاحمد سامي من نادي بيراميدز ولمحمد عبد المنعم من النادي الاهلي نتيجه احتكاك ملوش اي معنى ضربه ركنيه للنادي الاهلي من ناحيه الشمال هيلعبها حسين الشحات حسين الشحات راجع لورا وملفوفة عالية من القلب مرة تانية هوبا والهدف هلا 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 سريع 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 ما تأخرش النادي الأهلي في دقيقتين في دقيقتين حلوة 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 اتغمزت روعة 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 ما تأخرش النادي الأهلي حاجة حلوة حلوة قال له بدري 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 والأيام بتجري لا مش هتجري الأيام معانا الأيام مش هتجري لكن غمزة روعة روعة اعتقد كهربا اللي غمزها هنشوف مرة تانية ادي العرضية العالية وادي الارتقاء وادي لمسة من كهربا حلوة 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 عملها حلوة قوي ياسر ابراهيم بدماغه نزلت على الارض عمل فولو بسن الجزمة كده كهربا وهوبا والهدف روعة 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 وهدف التعادل للنادي الاهلي في الدقيقة 73 عبد المنعم كهربا كهربا وهدف التعادل في الدقيقة 73 حلوة المباراة في آخر ربع ساعة آخر ربع ساعة حلوة المباراة ضربة رأس روعة روعة من ياسر إبراهيم راحت لكهربا عمل فولو حط سن الجزمة دخلت جوه الشبكة روعة روعة روعة